هننفذ النهاردة غرزة الباف. دي غرزة سهلة جدا وحلوة خالص، ممكن نستخدمها في حاجات كتير. ممكن نعمل بيها كبات شتوي بتبقى حلوة جدا، كوفيات بتبقى جميلة، ممكن نعمل بيها بلوفر بتبقى حلوة خالص، ممكن نستخدمها برضو بالخيط القطن، بتبقى سهلة جدا وهي غرزة سهلة وسريعة وبتنجز معاكي بسرعة. فيها بس تركتين لازم نعرفهم وبناء عليه بتشتغلي بيها على طول. أول حاجة بنعملها بنعمل عدد من السلاسل، والعدد السلاسل دي يكون عدد زوجي 10 12 14 16 على زي المشروع اللي انت هتنفذيه. انا هعمل نموذج صغير دلوقتي، فانا هعمل 10 غرز سلسلة. ادي 3 4 5 6 7 8 9 10 سلاسل. في ناس بتشتغل على طول على السلسلة، لكن انا بحب ان احنا نعمل فوق السلاسل غرزة حشو، بتخلي الشغل من تحت شكله كويس جدا. وطريقة عمل السلسلة وطريقة عمل غرزة الحشو انا عملت بيهم فيديوهات قبل كده، وهي موجودة اللينكات بتاعتها في صندوق الوصف تحت الفيديو. هعمل اهو 10 غرز حشو فوق ال10 سلاسل زي ما عملناهم لحد اخر السطر. اهم حاجة زي ما قلنا ان تكون عدد الغرز اللي احنا هنستخدمها تكون عدد غرز زوجي. هي غرزة الباف بتتكون من غرزتين، ادي كده 7 8 9 10. عشر سلاسل عليهم 10 غرز حشو. هنبتدي دلوقتي نعمل غرزة الباف. هنشتغل ازاي؟ اول حاجة هنشد الخيط كده، في اخر غرزة احنا عملناها هنشد الخيط كده بالمنظر ده، وهنلف الشغل بتاعنا الناحية دي كده. هنلف الخيط على الابرة وهنخش في الغرزة وهنسحب الخيط ونطلع لحد الارتفاع اللي احنا عملناه. ادي اول لف، هنلف تاني وهندخل وهنسحب الخيط كده، ادي 2، هنلف تاني وهندخل وهنسحب الخيط كده، ادي 3 لفات موجودين اهم على الابر. هنلف الخيط وهندخل وهنسحب كده، ادي بقى معانا 4 لفات على الخيط. احنا بس سحبنا الخيط في نفس الغرزة، هنعمل ايه؟ هنطلع من ال4 لفات كلهم مع بعض وهنقفل عليهم بسلسلة. 2، هنلف الخيط كده لفوق وهنسيب الغرزة اللي بعد كده ونخش في الغرزة اللي بعدها. هنسحب 1 2 3 4. اهم حاجة بس انت تبقى ايدك مريحة وانت شغالة، ويبقوا الـ4 في نفس المسافة. وهنطلع من ال4 لفات اللي احنا سحبناهم كلهم ومن الغرزة اللي موجودة على الإبرة وهنقفل عليهم بسنسل. ادي 2 اتكون. هنلف الخيط على الإبرة، هنسيب غرزة وهنخش في الغرزة اللي بعدها، هنسحب الخيط 1 2 3 4، الـ4. هنطلع من الـ4 لفات اللي احنا خدناهم على الابرة كلهم مرة واحدة ومن الغرزة الاخرانية، وهنقفل عليهم بسنسلة. اهو كمان معانا 3 لفات. هنسيب غرزة نخش في الغرزة اللي بعدها، هندخل تحت الحلقتين، هنسحب 1 2 3 4. هنطلع من الـ4 كلهم ومن الحلقة اللي على الإبر وهنقفل عليهم بسنسلة. آخر واحدة، فاضل غرزتين، هنسيب واحدة ونخش في الأخرانية. هنلف الخيط على الإبر ونخش في آخر غرزة تحت الحلقتين بالمنظر ده، هنسحب الخيط أهو. أدي 1 2 3 4، ال4 لفات، ومعانا ايه؟ الغرزة بتاعت السلسلة اللي قفلنا بيها الغرزة اللي قبلها، وهنطلع منهم كلهم الـ4 مع بعض ونطلع من الغرزة ونقفل عليهم بسلسلة.
طب هنعمل السطر التاني ازاي؟ هنشد الخيط برضو كده وهنلف. هنقفل فين بقى؟ شايفين السلسلة اللي احنا كنا قفلنا بيها الأربعة الغرز الأخرانيين، هي دي اللي هنخش فيها. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، أهو هنطلع منهم كلهم مرة واحدة ونقفل عليهم بسلسلة. أهو هنلف الخيط على الإبرة، هندخل فين برضو؟ السلسلة اللي كنا بنقفل بيها الأربعة لفات مع بعض، هي دي اللي بنشتغل فيها. هنخش هنا، هنسحب، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، هنلف الخيط على الإبرة كده، هنسحب من تحت الأربع لفات ومن الغرزة بتاعة السلسلة وهنقفل عليهم بسلسلة. اهي ابتدت تتكون شكلها جميل خالص. هنلف الخيط على الإبرة وهنخش فين؟ في السلسلة اللي كنا بنقفل بيها الأربع لفات مع بعض، نخش من تحتها كده وهنسحب أربع لفات، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، الأربع لفات على الإبرة أهو، هنطلع منهم كلهم مرة واحدة ومن السلسلة وهنقفل عليهم بسلسلة كده. لف الخيط على الإبرة، خش فين؟ اهي في السلسلة اللي كنا بنقفل بيها الأربعة، هي هتلاقيها باينة خالص كده فوق، هنخش فيها وهنسحب أربع لفات، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، هنخش فيها وهنطلع من الأربع لفات ومن الغرزة اللي على السلسلة اهي وهنقفل بسلسلة بالمنظر ده. آخر واحدة برضو هنغش في الحلقة اللي فوق الأربع حلقات، هي بتبقى واضحة قوي كده، وهنلف فيها نعمل اتنين، تلاتة، أربعة، وهنقفل تبقى بالمنظر ده. طيب في طريقة تانية برضو ممكن نعملها بيها. عدد اللفات اللي احنا عملناهم الأربع لفات دول ممكن تعمليهم تلاتة، ممكن تعمليهم خمسة، على حسب تخانة الشغل الخيط اللي معاكي. تعالوا مثلا نشوف، لو هنعملها تلاتة برضو بنرتفع كده بنلف الخيط، اهي بقت باينة خالص الحلقات اللي احنا بنشتغل فيها هي الحلقات اللي فوق الأربع لفات اللي احنا عملناها. هنلف كده وهندخل، هناخد واحد، اتنين، تلاتة، تلاتة بس، وهنطلع من التلاتة ونقفل، هنلف وهنخش، واحد، اتنين، تلاتة، هنطلع من التلاتة ومن من الغرزة اللي على السلسلة اللي على الإبرة هنلف برضو وهندخل، واحد، اتنين، تلاتة، مش أربعة، احنا السطرين اللي فاتوا كنا بنلف أربع لفات. طيب لو عملناهم تلات لفات وهنشوف الفرق ما بينهم لو عملناهم أربع لفات أو عملناهم تلات لفات، ده كله بيتوقف على حسب تخانة الخيط وانتي عايزة الغرزة الباف تبقى قد ايه منتفخة او قد ايه خفيفة. اهو واحد، اتنين، تلاتة، احنا اللي قبلها كنا بنلف اربع لفات عشان بس نشوف شكل الغرزة بتبقى عاملة ازاي لو احنا لفين اربع لفات وشكلها عاملة ازاي لو احنا لفين تلات لفات. تعالوا بقى نشوف الفرق. اهو هنا الغرزة اتخن شوية وبرزة اكتر، هنا الغرزة اخف شوية، على حسب بقى انت عايزه تعمليها اربع لفات، انت عايزه تعمليها ثلاث لفات، عايزه تعمليها خمس لفات، على حسب تخانه الخيط اللي عندك، على حسب ما بتسحبي. اهم حاجه ان انت تبقي ايدك مريحه وانت بتشتغلي في الغرزه دي، غرزه جميله جدا في الكابات الشتوي تحفه، في البلوفرات تحفه، في الصيفي برضو بتبقى حلوه خالص. اهي متنفذه ده بخيط قطن وهنا متنفذه بالصوف، تقدروا بقى انتوا تبدعوا وتعملوها زي ما انتوا عايزين. ممكن بنشتغل صف وصف، صف يكون غرز حشو وصف يكون غرز باف، برضو بتعمل شكل حلو جدا لو بنكمل الشغل كله بالطريقة دي.